مساء النور، حلقة الجمعة 18 سبتمبر 2024 من رونديفو 9. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تشاهدوا فينا داخل تونس أو خارجها. يرافقني فيها كل من بسام حمدي. مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا. نزار مقني، مساء النور. مساء النور. عنا عديد العناوين الليلة. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الاختصار لأجال المشاريع المعطلة وإعادة تهيئة ضرورة الإسراع على إعادة تهيئة الحي الأولمبي والمنزة وعدد من المشاريع الأخرى كمدينة الأغار، ويؤكد بأن تونس لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت. عدد من النواب في البرلمان يقدمون مقترح يتعلق بتنقيح النظام الأساسي للبنك المركزي والوحدة المختصة للحرس الوطني. تحتفل أمس بالذكرى 43 لانبعاثها ببير بورقبة. باش نرجعوا على الاحتفالات هذه لوحدة من أهم ومن أهم الفرق الأمنية في تونس. الضيوف متاعنا باش يكونوا تباعا سي عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، وعلي صالح بن حديد دبلوماسي سابق وخبير في القانون الدولي. ما تنساوش زادة الموعد القار مع سبار مع بشرة بعد شوية مع 7:15. نبدأ بالخبر الأول. رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور الاحتفالات بالذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية. باش نرجعوا على اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس، واللي من بينها لقاء مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقيب الذي سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون لحضور احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية، ثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي. وكان اللقاء هذا فرصة أكد فيها رئيس الدولة على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والعزم المشترك على مزيد تطويرها في كافة المجالات. قد استمعت باهتمام كثير كل التعليمات والتوجيهات فخامة الرئيس قيس سعيد لتمتين العلاقة الموجودة بين الجزائر وتونس، وكذلك كل القضايا بخصوص تمتين هذه العلاقة من التطورات الاقتصادية والشراكة الموجودة بين الجزائر وتونس، وكذلك الإرادة السياسية القائمة بين قادة البلدين التي ستعطي دفعة قوية لهذه العلاقة في شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين. إذن الدعوة الخطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور الاحتفالات بذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية اللي هي الشهر المقبل في نوفمبر. إذا كان ما تنقلش رئيس الجمهورية خارج البلاد قبلها، ستكون أول زيارة خارجية لرئيس الدولة قيس سعيد إلى دولة أجنبية بعد إعادة انتخابه في ولاية جديدة. بسام، هو فعلا بخلاف يعني الروابط التاريخية والجغرافية ما بين تونس والجزائر وكذلك الروابط الاقتصادية، اليوم التناغم الدبلوماسي ما بين الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري وطد العلاقات ما بين يعني زعيمي هذين البلدين المتجاورين. أظن كذلك ربما التشارك في التناغم الدبلوماسي في القضية الفلسطينية هذا من شأنه كذلك أنه عزز العلاقة ما بين قيس سعيد وعبد المجيد تبون. أضف إلى ذلك ربما التوجهات الاقتصادية الدبلوماسية يشتركوا فيها كل من عبد المجيد تبون وقيس سعيد، خاصة في ناحية الانفتاح أكثر على السوق الصينية والروسية في التعاون الاقتصادي والتجاري. هذا خلى ثم نقاط مشتركة وتقاطعات كبيرة ما بين الرئيسين، وهو ما ربما فتح التعاون الدبلوماسي أكثر. لكن إلى حد الآن الحقيقة لاحظنا أنه هذا التعاون الدبلوماسي بقي في مستوى بروتوكولات دبلوماسية، لم نرى تعزيزا للعلاقات التجارية التونسية أكثر. صحيح الجزائر قدمت مساعدات لتونس وهبات في أزمتها في كورونا، في ربما في أزمتها في حرائق الغابات، لكن واقعيا وتشريعيا إلى حد اللحظة ما شفناش ربما تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية أو تطوير لطبيعة التعاون
يعمل في التجارة، خاصة من ناحية ربما الرسوم الجمركية المفروضة إما على السلع التونسية أو الجزائرية. كلا الشعبين يترقب ربما إجراءات تتعلق بتسهيل التبادل التجاري ما بين البلدين، حتى لا تبقى ربما العلاقة الدبلوماسية المتناغمة في مستوى الشعارات السياسية والشعارات الدبلوماسية فقط. الزيارة لرئيس الجمهورية هي كذلك ربما صحيح هي دعوة بروتوكولية، لكن أعتقد أنها في إطار التناغم في الهيكل المغاربي الجديد الذي تقصى منه موريتانيا والمغرب. اليوم فما عمل كبير على ربما تأسيس هذا الهيكل المغاربي، وهذا تضح من خلال الاجتماع الأخير ما بين القيادات الليبية وتبون. أظن أنه اليوم فما منحة جديد لتشكيل اتحاد مغاربي ثلاثي يتكون من تونس والجزائر وليبيا بهدف إقصاء المغرب وتحييده، خاصة وأن البلدان الثلاثة ترفض التعاون مع المملكة المغربية أو تريد تقليص التعاون معها. أولا الجزائر بسبب الصحراء الغربية، يعني هذا الإشكال اللي حاصل ما بيناتهم وجبهة البوليزاريو. أما بالنسبة لتونس فإن أعتقد لديها تحفظات من المملكة المغربية فيما يخص التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذاك علاش شفنا تونس قربت أكثر للجزائر. لم يصدر أي موقف رسمي من تونس بهذا الخصوص بخصوص المغرب، لكن لاحظوا هذا يعني العلاقة ما بين تونس والجزائر والمغرب في الشأن الدبلوماسي في حالة فتور كبيرة. في القمة اليابانية الإفريقية كان شفتها بسام وقتها وقت الاستقبال لقيس سعيد اللي ممثل جبهة البوليزاريو، كانت فيه يعني بعض الهنات في العلاقات بين تونس والمغرب، وعلى اساسه هو نزار ظهر دبلوماسيا تونس قربت اكثر الى الجزائر معروفة. مش لدواعي جغرافيه وتاريخيه فقط، وانما تونس ربما لديها تحفظات بشأن التوجه الدبلوماسي المغربي المتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. ربما ملف التطبيع هو الذي وتر العلاقة ما بين البلدين، وإلى حد الآن تقريبا العلاقة الدبلوماسية في حالة جمود. مازال سفيرنا ما رجعش للمغرب أو سفير المغرب رجع لتونس تقريبا، مازلنا نترقب اليوم حالة الجمود الدبلوماسي هذه إلى أين ستنتهي. خاصة الحقيقة خلينا نقولها بكل صراحة، الجزائر تعمل منذ فترة على عزل المغرب من الاتحاد المغاربي نظرا ل يعني نزاعها مع المغرب في شأن جبهة البوليساريو والصحراء الغربية. بالفعل هو اليوم الحديث على اتحاد مغارب، لاني ما شاطركش الراي انا بسام في علاقه بعلاقه الليبيين بالمغاربه باعتبار وانه اتفاق الصخيرات الشهير اللي تبنت عليه برشا مكونات من الليبيا مقسمه بعد الاجتماع اللي حصل في تونس. لان عديد الاسئله تطرح حول التكتل، انا ما نقولش اتحاد، تكتل الثلاثي الجديد في اللي باش نعملوه بين تونس وليبيا، معناتها كان محاوله جنينيه نقول بين تونس وليبيا وسلطات طرابلس. هنا لازم نكون محددين بالضبط بين المجلس الرئاسي الليبي. لهنا نشوف انه ليبيا منقسمه بين طرفين بالضبط. وكل الطرفين له موقف. دبيبه مش هو بيدو موقف رئيس المجلس الرئاسي، له موقف ورئيس المجلس السياسي محمد المنفي مع مثل هذه المحاولة، وهو متناغم نوعا ما مع موقف الحكومة بين ظفرين الوحدة الوطنية اللي هو نزار. حتى كان تفاعلت معك نذكر عبد الحميد الدبيبة أول اجتماع للهيكل هذايا المغاربي في تونس من غدوة تقريبا بعث موفد إلى المغرب لكي يؤكد أنه ليبيا أو على الأقل في جزء منه عبد الحميد الدبيبة رافض أنه يتم عزل المغرب من هذا الهيكل المغاربي. هو راه شوف حتى من كلا الجهتين، حتى من جهة الشرق أو لنقول حكومة حماد على الأقل اليوم، ولنقول مجلس النواب الليبي ورئيسه عقيلة صالح لا يرى في المغرب يعني لا يرى أنه يجب إبعاد المغرب من هذا من هذه الفكرة، يجب أن تكون المغرب موجود، خاصة وأنه المغرب أولا كما قلت اتفاق الصخيرات 2014 كان هو اتفاق حاسم في
المسار السياسي الليبي لنقل حتى وقت التعطل نتاعو، وثانيا حتى في لقاءات طنجة وغيرها من المدن الليبية في التقارب بين مكونات مجلس النواب الليبي أولا، ثم بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي. لهنا حبيت زيد نرجع أكثر حول يعني الأهمية الجيوسياسية للعلاقات التونسية الجزائرية. نرجع الموضوع فوالا العلاقات التونسية الجزائرية لماذا يجب أن تكون يعني متطورة؟ وهنا متطورة زادة بس نجد نرجع عليها أكثر أحلام في ناحيتين. أولا لأنه كما نرى أنه المنطقة مشتعلة، خاصة أن الحدود الجزائرية مشتعلة بعديد الصراعات. نجد أن هناك صراع حول الصحراء الغربية من حيث المغرب، نجد أن هناك صراع حول يعني الحرب على الإرهاب في جنوب الجزائر وخاصة مع في حدود مالي وكذلك النيجر. نجد أن هناك حدود مشتعلة كذلك وتخوم مشتعلة مع ليبيا فيما يخص الحرب يعني الموجودة في ليبيا، الحرب الأهلية لنقل الموجودة في ليبيا. وبالتالي فأنه المتنفس الوحيد بالنسبة إلى الجزائر هي تونس. كذلك تونس ترى في الجزائر كذلك متنفس كذلك شرقي خاصة وغربي عفوا، خاصة وأنه كذلك الجبهة الليبية جبهة مشتعلة وليست يعني مستقرة، ونحن شفنا قديش من مرة معبر راس جدير يتم إغلاقه وما يتسبب من ذلك يعني من مشاكل اجتماعية كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة للجنوب الشرقي التونسي وكذلك حتى المنطقة جبل الغربي الليبي. لهنا هذه المصلحة المشتركة بين الطرفين، وهذه المصلحة المشتركة يجب أن لا تكون إلا عند التفاؤل الرسمي فقط، بل يجب أن تتدعم نحو آفاق جديدة، وخاصة لهنا كما قال بسام نحو إضفاء ذلك على مستوى التجاري على الأقل لنقل، خاصة أنه فما علاقات متطورة على المستوى السياحي وعديد من الزوار والسياح الجزائريين يأتون إلى تونس، يعني قرابة أكثر من 3 ملايين سائح جزائري يأتون إلى تونس خلال الموسم الصيفي، وهذا رقم جيد جدا، ويجب علينا تطوير ذلك خاصة من حيث المعاملات التجارية وإقامة المناطق التجارية الحرة. هذه مناطق تجارية حرة لم ترى النور منذ اتفاقات 2017، فيما بعد حتى فما اتفاقات يعني كان أمضاها رئيس الحكومة السابق أحمد الحشيني عند زيارته إلى ليبيا، وعدده على ما أظن ذلك الوقت 21 أو 26 اتفاقية، ومثل هذه الاتفاقيات يعني بقيت في الأدراج فقط ولم تنفذ على أرض الواقع. كذلك ننوه هنا حتى بالتعاون الأمني بين الطرفين في إطار الحرب على الإرهاب وتبادل المعلومات حول خاصة تنظيمي جند الخلافة النشط في كلا البلدين، والتنظيم الأكبر هو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اللي أصبح يعني له امتدادات كبيرة يعني من شمال القارة الإفريقية لنقول حتى يعني صحراء الدول جنوب الصحراء. هو معلومة بسيطة حبيت نضيفها، اللي الزيارة هذه يلزمها تكون فرصة كبيرة للتحادث مع الجزائر بشأن ملف الهجرة غير النظامية، لأنه اليوم بات معلوم أنه أكبر المهاجرين غير النظاميين يدخلوا عبر الحدود الجزائرية، وقت نقولوا على الحدود الجزائرية يعني يقطعوا في آلاف الكيلومترات أو مئات الكيلومترات في الأراضي الجزائرية. اليوم لابد لتونس أن تحاول التنسيق على أعلى مستويات وعقد اتفاق ربما يتم بمقتضاه إغلاق الحدود نهائيا، لأنه للأسف الشديد صحيح الجزائر تعلن عن صد هؤلاء المهاجرين، لكن مازال توافد كبير من المهاجرين غير النظاميين على الأراضي التونسية. على تونس كذلك أن تعقد اتفاق وتستغل هذه الزيارة ربما لتسهيل ترحيل بعض المهاجرين غير النظاميين عن طريق الأراضي والمسالك البرية، لأنه عن طريق الجو يصعب جدا ترحيل هؤلاء المهاجرين غير النظاميين. كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الحكومة كمال المدوري وتناول اللقاء سير العمل الحكومي وضرورة الإسراع بإعداد تشريعات جديدة تحل محل التشريعات التي لم تعد صالحة للاستعمال وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من المشاريع الكبرى على غرار سكة حديدية جديدة تتوسط البلاد وتربط بين شمالها وجنوبها، إلى جانب اقتناء عدد من الحافلات في أسرع وقت ممكن للتخفيف من مشقة التنقل التي يكبدها المواطنون كل يوم. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اختصار الأجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة
أو التي يتم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة، قائلا بأن الكثير من هذه المشاريع إما أنها لم تنجز أو في أحسن الأحوال توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها. مضيفا بالقول في المشاريع لا توجد في أغلبها إلا في الرفوف، وإن تم إخراجها فبعد سنوات فلعقد لجنة تنشأ لجنة جديدة أو تحدد موعدا آخر دون أي إنجاز وفق نص البلاغ، كما شدد رئيس الدولة خلال لقاء برئيس الحكومة على ضرورة الإسراع بإعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزة وربطه بوسط العاصمة إلى جانب عدد من المشاريع الوطنية الأخرى على غرار مدينة الأغاليب الطبية بالقيروان والاستعاضة عن الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة في كافة أنحاء البلاد. أشغال الملعب الأولمبي بالمنزة من المقرر الإشارة أن تنتهي في شهر نوفمبر 2024 وفق ما صرح به وزير الشباب والرياضة السابق كمال دقيش، وذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الملعب بتاريخ 16 نوفمبر 2023 لمعاينة مدى تقدم الأشغال التي وصلت حينها إلى 20%. وقال رئيس الدولة بأنه هنالك تأخير في الأشغال إلى جانب وجود عديد من النقائص، وكانت الأشغال في الملعب الأولمبي بالمنزة قد انطلقت يوم 10 جوان 2022 بعت مداد تناهز 100 مليون دينار، وقدرت مدة الأشغال ب 900 يوم. وتتمثل أشغال تهيئة ملعب المنزة في إعادة تهيئة المدارج وتدعيم هياكلها وإعادة تهيئة حجرات الملابس ومنصة الصحفيين والمنصة الشرفية والسبورة اللامعة وتجديد الإنارة. ضرورة اختصار الأجل بسام لإنجاز المشاريع المعطلة. هو شوف أحلام اللقاء هذا أنا حبيت نقراه من زوج زوايا. الزاوية الأولى رئيس الجمهورية تحدث مع رئيس الحكومة بشأن الجوانب التشريعية. نذكر قيس سعيد ديما يحكي على ثورة تشريعية، بمعنى أنه حسب ما فهمت قيس سعيد يرى أنه اليوم استكمل مشروعه السياسي بدءا من تغيير الدستور ثم تغيير النظام السياسي ثم إرساء سلطة تشريعية بغرفتين. اليوم قيس سعيد أنا فهمت أنه يرى أنه التشريعات المعمول بها حاليا لا تتلائم مع المشروع السياسي الذي أرساه ولا تتلاعم مع طموحاته وأفكاره السياسية والاقتصادية. هذاك علاش اليوم في كل مرة يؤكد على ضرورة تغيير التشريعات، وهذا ما يؤشر إلى أنه ربما خلال الفترة القادمة سيتم التركيز كثيرا على الشأن التشريعي وعلى تغيير الكثير من القوانين، وهذا انطلق لاحظناه حتى في المجالس الوزارية على غرار ربما مرسوم المتعلق بمنع تجريم مسك 5000 دينار، كذلك ربما فما تشريعات أخرى ستغير. لكن هنا السؤال المطروح، لماذا يلتقي قيس سعيد في حديثه عن تشريعات جديدة برئيس الحكومة وليس رئيس البرلمان، والحال أنه السلطة التشريعية والبرلمان هو الموكول له السلطة التشريعية، وكأنه مبادرة تشريعية من الحكومة تقترح الحكومة، هذا هو. وكأنه اليوم سيتم التركيز على التشريعات من طرف السلطة التنفيذية أكثر من السلطة التشريعية، لانه في اعتقادي يرى قيس سعيد يرى نفسه انه السياسات العامه، بس لانه الملفات نتاع المشاريع المعطله هي اساسا بيد الحكومه وليس بيد البرلمان، وبالتالي فان المبادرات التشريعيه من الافضل ان تخرج من الجانب الحكومي نحو الجانب التشريعي ومن ثم يتم تدارسها والتصويت عليها. في بدايه اللقاء ما حكاش كان على المشاريع المعطله، حكى على التشريعات بصفه عامه، بمعنى انه قيس سعيد يرى انه يعني السياسات العامه هو الاقدر وهو الاجدر على تغيير التشريعات فيها وعلى صياغة منوال تشريع جديد. كذلك قيس سعيد يرى أنه السياسات العامة من صلاحياته ومشمولاته. في الجانب الاقتصادي لاحظنا أنه تقريبا قيس سعيد منح المسؤولية الاقتصادية لرئيس الحكومة هذه المرة أكثر من رؤساء الحكومات السابقين الأخرين، وأكبر دليل على ذلك لاحظنا أنه فما مجالس وزارية مؤخرا انعقدت دون حضور رئيس الجمهورية، والحال أنه في المجالس الوزارية السابقة كان يحرص قيس سعيد على ترأس كل المجالس الوزارية. اليوم وكأنه قيس سعيد أطلق يد
يدي كمال المدوري من الجانب الاقتصادي ويحمله المسؤولية الاقتصادية، وكأن لديه ثقة في الجانب الاقتصادي أكثر من رؤساء الحكومات السابقين. مهم جدا أن يتم التطرق إلى المشاريع المعطلة وإلى ضرورة التسريع بإنجازها، خاصة وقت نحكيه على مشاريع ربما ميزانياتها مرصودة على غرار ملعب الأولمبي بالمنزة أو بعض المشاريع الأخرى. لكن فما مشاريع تم التطرق إليها للأسف الشديد ما لقيناش ربما في مشروع قانون المالية أخذ تمويل خاص بها على غرار السكك الحديدية أو السكة الحديدية الجديدة. يبقى يعني الجانب السياسي والجانب الاجتماعي لابد أن يتلائم مع الجانب الاقتصادي، لأنه شنو هو مشروع قانون المالية أو قانون المالية؟ هو التشريع المالي للإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال تلك السنة. لابد أن تحرر يد رئيس الحكومة من الناحية الاقتصادية، لكن بتمكينه من الموارد الاقتصادية والمالية الهامة اللي تمكنه من تنفيذ هذه المشاريع. نزار، المشاريع أما أنها لم تنجز وفي أحسن الأحوال توقف إنجازه بمدة قليلة من انطلاق الأشغال متاحة، في الوقت اللي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها، والمشاريع لا توجد في أغربها إلا في الرفوف، وإن تم إخراجها فبعد سنوات لعقد لجنة ثم لجنة وبعد لجنة. يبدو أنه الملف الأهم اليوم والأثقل أمام حكومة سي كمال المدوري هو ملف المشاريع المعطلة، أو خلينا نقول الملف الأكثر أولوية اليوم. هو راه شوف الملف متاع الإصلاحات الاقتصادية بصفة عامة، يعني حسب نظريا أنه تنطلق من حاجة وحيدة، هي أنه تحل لي غران شانتي تاع البنية التحتية في البلاد، لأنك تحتاج إلى بنية تحتية متطورة، وهذه البنية التحتية اللي تخلق لك ديناميكية اقتصادية. بالأخير كان نرجعوا نظرية جون كينز يعني لحل أزمة الثلاثينيات، كانت تنطلق دائما من حل يعني البنية التحتية واستثمار الدولة المباشر في البنية التحتية إلى جانب القطاع الخاص، وذلك لتوفير مواطن شغل مباشرة. وبالتالي فأن مع هذه البنية التحتية الموجودة منها هي تخلق يعني فرص اقتصادية وتصير فما ديناميكية اقتصادية اللي يحتاج لها الاقتصاد التونسي واللي احنا تو نطلعوا له في المدة القادمة. لهنا أحلام حبيت نحكي أنه من ضمن المشاريع هذه يجب أن يكون هناك مشاريع أخرى في يعني في إرساء اولا اللامركزيه الاقتصاديه، لهنا نركز على المناطق الداخليه وتركيز مناطق صناعيه او تجاريه داخل المناطق هذه، وذلك التكريس يعني حتى لما رفعه رئيس الجمهوريه قيس سعيد منذ يعني انتخابات 2019 الى يومنا هذا. ذكر يعني في المناظره مع مترشح رئاسي سابق هو نبيل القروي 2019 قال نريد ان نمكن الشباب من يعني من 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 القوانين التي يمكن من خلالها انه يعني يتم يعني يتم خلق مشاريع وخلق مواطن شغل حسب ما يبتغيه الشباب. هنا يجب ان يكون قيس سعيد يعني متطابق مع ما قاله في تلك اللحظه، وهو شعار حتى موجود حتى في عديد المقالات الصحفيه وعديد اللقاءات الصحفيه اللي قام بها رئيس الجمهوريه يعني من سنه 2019 الى يعني فيما بعد. ولهنا نحب نزيد ان نشير الى انه المشاريع هذه الكبرى هي التي في مرحلة قادمة ممكن يعني حتى مرحلة يعني حتى سنة 2030 ممكن من خلالها إذا تكون في مستوى استراتيجية مرتبة ومضمنة ضمن اقتصاد مخطط ممكن أن تعطي مادة فاعلة وتعطي فالور جوتي يعني قيمة مضافة للاقتصاد التونسي، خاصة وأنه كما قلت لك أنه التخطيط هو الباز متاع أي يعني الخروج من أي أزمة اقتصادية. نحن اليوم نعيش للأسف في أزمة اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا، كما انتقلنا سياسيا يعني من نقطة سياسية إلى أخرى، نتطلع ننتقل من نقطة اقتصادية ومن أزمة اقتصادية إلى انفراج اقتصادي في بحر يعني السنوات القادمة. واضح. خلال لقاء أمس بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري الذي سيشارك خلال الأيام الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. كما أوضح رئيس الدولة أن العناصر التي تعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة، قائلا قد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها ولكن في عدد الدول الأخرى أن هذه النسب
أسباب غير موضوعية، وتساءل لو كانت كذلك فكيف تفسر أسباب الثورات والانتفاضات في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق 6 أو في بعض الأحيان 10% وفق ذات البلاغ. وشدد رئيس الجمهورية على أن الذروات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل حسب نص البلاغ. انت شنو فهمت بس من كلام رئيس الجمهورية؟ وفهمت في الأول يعني قبل اجتماع مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللي باش يشارك فيه محافظ البنك المركزي، وكأنه رئيس الجمهورية يوجه محافظ البنك المركزي ويقدم له يعني الطرح التونسي ويقول له يعني لابد أن تعلم البنك الدولي والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي أنه تونس إلى حد اللحظة لا تقبل الإملاءات ولا تقبل الشروط، وكأنه لقاء فيه توجيهات عامة لمحافظ البنك المركزي، لأنه معلوم أنه محافظ البنك المركزي سيلتقي مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في خصوص ربما المسألة الحديث عن التوقعات. نذكر للبنك العالمي يعني توقع نسبة نمو لتونس سنة 2025 تقريبا في حدود 1.2%. هذا اليوم ما خلى رئيس الجمهورية يقدح في مصداقية البنك العالمي أو في توقعات البنك العالمي ولا يعتبرها تتقارب مع الواقع. هذا خطاب ليس جديد، قيس سعيد في خطابه السياسي وفي منظوره الفكري لا يؤمن كثيرا ربما بالتصنيفات الدولية ولا يعتمدها ولا يعتبرها ربما تتلائم مع الواقع، لكن هنا خلينا نكونوا بكل وضوح، راه وقت اللي عندك سنة 2023 على كامل السنة 0.4% نمو، يعني 0.4 23 2023 0.4%، يعني لهنا الثلث الاول 2024 0.6 وصلنا والثلاثي الثاني. لا انا حاولت نمشي بكامل السنة 2023 عندك 0.4، وقت اللي انت تقول لا راه توقعاتك صحيحه يا بنك عالمي، معناها انت راه عندك تغير في منوالك الاقتصادي، عندك محركاتك الاقتصاديه تغيرت تخليك انك تقول توقعاته غير غالطه، والحال انه وقعنا الاقتصادي للاسف الشديد مازال لم يتحرك ومازال في حاله ركود، ومازال الاستثمار العمومي متعطل ومازال الاستثمار الخاص متعطل للاسف الشديد، نقولوا فيها بكل ضيم يعني المساله هذه اليوم. راو انا في اعتقادي متوجه خطاب سياسي للبنك العالمي وتعتبر تصنيفاته غالطه الا ما تكون حركت المحركات الاقتصاديه نتاعك سواء من فلاحه او من انتاج صناعي او ربما من انتاج الطاقه او كثير من الملفات، وقتها تكون توقعاتك غير دقيقه وغير سليمه. انا الجمله اللي استوقفتني هي العناصر التي تعتمد في احتساب نسب النمو في حاجه الى المراجعه. مش نقول لك عليها هذه اللي تقولها توتر الافكار. فقد اثبتت التجربه لا في تونس وحدها ولكن في عدد الدول الاخرى ان هذه النسب غير موضوعيه. هو نسبه النمو الاقتصادي كيفاش تحتسب؟ تحتسب الناتج القومي الوطني الخام والداخلي الخام. الناتج الداخلي الخام. بي 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 برودوي انتيريور بروت نتاع السنه السابقه، نقولوا احنا 2023 والسنه نتاع 2024، فهمتني ولا؟ الزوز هذوما تطرح النسبه نتاع السنه على نسبه تاع مناول ثم تقسم على نسبه نتاع مناول باش تلقى الديفيرنس فواسون. فهمت؟ تعطيك قداش نسبة النمو بالضبط. لهنا هو رئيس الجمهورية ايش حاب يقول؟ يقول راه مش كان العناصر الوحيدة اللي تحقق الريشيس، يعني الحساب قداش حققت ثروات، يعني ليست فقط إلا هذه الأرقام، فما أرقام أخرى ممكن ندخلوها. ويحب يقول أنه كذلك، وهذا ممكن أنا معه، أنه الاقتصاد السياسي ونظريات الاقتصاد السياسي يعني ليست فقط أرقام بل هي سياسات كذلك، يمكن أن نسميها سياسات اجتماعية وليست سياسات ليبرالية متوحشة مثل التي يريد الغرب يعني تمريرها، والتي يعني تحتسب في الغرب فقط. يعني يحب يقول أنه الاقتصاد بصفته الكلية ليس فقط اقتصاد ليبرالي تحسبه بالأرقام، لا، فما إجراءات اجتماعية يجب على البنك الدولي أنه يحسبها في عند وقت اللي باش نحسبوا نسبة النمو. هو تحدث حتى لأنه فما نسب نمو محترمة لكن في بلدان شهدت انتفاضات وشهدت احتجاجات وشهدت نقول لك عليه زيادة. شوف لأنه ساعات تجي البلاد تكون عندها نسبة برودوي انتيريور بروت تبقى كبير ياسر، يعني
مثل الهند مثلا، لكن نسبه الفقر كبيره برشا. صحيح فهمت. مثل الهند نزار دول الافريقيه كلها، رواندا فيها نسبه نمو مرتفعه، نحكي في الميغا وبقي في حاله هجره، نحكي يعني في الميغا، نحكي في الميغا فهمت. تجم تقول هذوما الدول هي اقتصادات ناشئه تو تو بدات تحقق في الزرقاء فهمت. هذاك علاش ما وصلت معادله اخرى مثلا، علاش مثلا فما نسبه تحققوا في نسبه مثلا الهند تحقق في نسبه نسبه كبيره نتاع نمو اقتصادي، لكن نسبه الفقر فيها كبيره ياسر، بصفه كبيره اكثر من 30 و35%. فهمتني ولا؟ لانه النظام نتاع التنميه والتنموي نتاعها غير متكافئ بين الجهات، خاصة أنه فما ممكن مش نعملوا دراسة حالة للهند، لأنه فما عديد التصنيفات الإثنية وكذا اللي ما تخليش الدولة بالضبط. ولذلك يعني تقام الثورات هذه مثلا المدة الأخيرة مثلا في سريلانكا وقعت زوز انتفاضات، وعلى أساسها طاروا زوز رؤساء هربوا من البلد، في بالرغم أنه سريلانكا كانت في وقت غير بعيد أنها تحقق في نسب نمو اقتصادي يعني جيدة، إلا أنه نسبة الفقر كبيرة وكبيرة جدا. هذاك علاش الرئيس قيس سعيد يقول أنه مش فقط أنه لازم احتساب نسبة النمو بمعادلة كما نقول إحنا رقمية فقط أو محاسباتية فقط، بل يجب أن تدخل من في الضمن متاعها السياسات الاجتماعية التي لا يمكن احتسابها، مثلا مساعدة الفقراء، مساعدة لما تقوم به الشركات الوطنية والشركات العمومية والتي لا تبغي الربح في الأخير، مثل النقل ومثل الماء مثل الكهرباء، اللي هي في حد ذاتها في الغرب مثلا في نظام ليبرالي لنقول متوحش، يعني تكون فما معناتها تحرير كامل لي مثلا المارشي نتاع المياه ولا المارشي نتاع توفير الكهرباء، وهذا اللي خليها في وقت ما تحتسب نسبه يعني نسبه المساهمه نتاعها في البرودوي انتيريور بروت او الناتج الداخلي الخام. هذاك علاش الرئيس قيس سعيد يفرق بين النظام المحاسباتي والنظام الاجتماعي اللي يجب بالنسبه لي هو يجب ادخاله ضمن حساب نسبه النمو الجمليه. شكرا لك نزار فاسر، ونرجو نواصلوا في رانديفو 9.